سائلة تقول: بنات أخو زوجتي يسكنون بجواري ويأذونني إذا صاحبتهم، هل أتجنبهم؟ بنات أخو زوجتي. أعيد السؤال. بنات أخو زوجتي يسكنون بجواري ويأذونني إذا صاحبتهم، هل أتجنبهم؟ السائل رجل يقول: بنات أخي زوجتي يأتونني أحيانا كذا، أفأتجنبهم؟ إذا كان إنهم يأتون بصفة غير محتشمة فلا تمكنهم من دخول محلك إلا بعدما يلتزمون بالستر والحجاب واجتناب المحرم. إذا التزموا بالستر والحجاب فلا مانع أنهم يدخلون على أهلك ويجلسون في مع أسرتك ومع بناتك وزوجتك، ما في مانع مع التزام الآداب الشرعية. أما إذا كانوا ما يلتزمون بالآداب الشرعية إنك تمنعهم من دخول بيتك لأنهم يؤثرون على أسرتك وعلى أولادك. نعم.